Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke alam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rob mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu dari Allah dan dari para malaikat. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Tidakkah kamu perhatikan, artinya melihat, orang-orang yang telah menukar nikmat Allah, yang dimaksud ialah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dengan kekafiran mereka, adalah orang-orang kafir Quraisy dan menjatuhkan kaumnya, yakni mereka menyesatkan kaumnya, ke lembah kebinasaan.